السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم في الفيديو ده عن بعد وصوله إلى 18 هدف الوحش هالاند بيعادل رقم والده في الدوري الإنجليزي كأهداف. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إزاي الابن حقق رقم أبوه بالسرعة دي. حقق النجم الكبير هالاند مهاجم المنتخب النرويجي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي انطلاقة موسم لا تصدق وقد تكون إعجازية إذا استمر اللاعب على هذا المعدل التهديفي وفي عدم وجود أي إصابات للاعب لا قدر الله. وسجل هالاند حتى الآن 18 هدف خلال 12 مباراة فقط لعبها في المسابقة الأقوى في العالم اللي هي طبعا الدوري الإنجليزي، ليعزز تربعه على عرش هدافي الدوري الإنجليزي ويبتعد بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقي وهو النجم الكبير هاري كين لاعب توتنهام اللي عنده من الرصيد 11 هدف. وعادل الوحش عدد أهداف والده حيث احتاج إلى 12 مباراة فقط لتسجيل 18 هدف مع مانشستر سيتي. وفي المقابل ألفي هالاند اللي لعب 3 فرق مختلفة وهم ليدز يونايتد ونوتنغهام فورست ومانشستر سيتي، ولكن كان بيلعب في مركز خط الوسط المدافع عكس ابنه اللي بيعد من أفضل مهاجمين العالم في الفترة الحالية، وإن لم يكن أفضلهم وسجل 18 هدف خلال 211 مباراة خاضها مع الفرق الثلاثة في الدوري الإنجليزي. يعني أبوه لعب مع 3 فرق اللي هم ليدز يونايتد ونوتنغهام فورست ومانشستر سيتي، واللي سجل من خلالهم عدد الأهداف 18 بس سجلهم في 211 مباراة في الدوري الإنجليزي. ومن المتوقع أن يسجل الدبابة البشرية هالاند رقما قياسيا مع نهاية الموسم الحالي بتسديد أكبر عدد أهداف للاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي نظرا للمعدلات التهديفية المرتفعة اللي بيحققها واللي وصلت إلى تسجيله 1.5 هدف في المباراة الواحدة. في النهاية المدير الفني جوارديولا بيقول إن النجم هالاند لسه ما وصلش لمعدله الطبيعي كحالة بدنية. يا ترى هل ترى الراجل ده لما هيوصل لمعدل طبيعي هيعمل في الفرق الإنجليزية إيه؟ خسر كأس العالم نجم كبير زي النجم هالاند بعدم لعبه في كأس العالم قطر 2022، وده لعدم تأهل فريق النرويج إلى بطولة كأس العالم قطر 2022. فكأس العالم هي اللي خسرت هالاند، مش هالاند هو اللي خسر كأس العالم. ولكن كأس العالم أيضا مليء بالنجوم اللي موجودة في هذه البطولة زي نيمار وكيليان مبابي والدون كريستيانو رونالدو والساحر ليليون ميسي. فيا ترى يا هل ترى هالاند هيوصل لغاية فين في الدوري الإنجليزي؟ يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات كم هدف هيسجل هالاند في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على ان الوحش هالاند عادل اهداف والده في الدوري الانجليزي في عدد مباريات اقل من ابوه بمراحل. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.